تعرض الفنان أحمد هاني خلال الساعات القليلة الماضية لحادث سيارة، ما أسفر عن إصابته ونقله إلى العناية المركزة في مستشفى الجزيرة. كتب الفنان محمد علي رزق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أحمد هاني عمل حادثة صعبة ودلوقتي هو في الرعاية المركزة. تابع رزق حديثه: نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يعود لأهله ومحبيه بالسلامة. وفد من نقابة المهن التمثيلية يتابع حالة أحمد هاني. أوضح مصدر مسؤول في نقابة المهن التمثيلية أن وفد من النقابة أنهى الترتيبات اللازمة لمتابعة حالة هاني بعد نقله للمستشفى صباح اليوم. ولفت المصدر إلى أن عدد من أعضاء وفد نقابة المهن التمثيلية موجود بالفعل في مستشفى الجزيرة لتلبية جميع طلبات أسرة الفنان أحمد هاني حتى ينتهي من العمليات الجراحية التي من المقرر أن يخضع لها اليوم الجمعة. من جانبه، نشر الفنان محمد يونس صورة لأحمد هاني عبر حسابه على فيسبوك طالب من جمهوره الدعاء لزميله، حيث قال: أرجو الدعاء لأحمد هاني، تعرض لحادث صعب وهو الآن في العناية المركزة. عمرو أديب: أحمد هاني بين الحياة والموت. يذكر أن الفنان أحمد هاني تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، له الكثير من الأعمال الفنية مثل مسلسل أفراح إبليس، ريا وسكينة، القطة العمية، نكذب لو قلنا ما بنحبش، الست أصيلة، طلقة حظ، في يوم وليلة، بخط الإيد، سكوت حر، الخلبوس، عباس الأبيض في اليوم الأسود. ويعد مسلسل ريا وسكينة أشهر الأعمال الدرامية للفنان محمد هاني، إذ قدم دور الضابط الذي تولى التحقيق مع ريا وسكينة. والمسلسل من بطولة عبلة كامل، سمية الخشاب، سامي العدل، رياض الخولي، ماجدة الخطيب، أحمد ماهر، صلاح عبدالله، دينا، وصفاء الطوخي ورجاء حسين.